دائما خططت وتآمرت على كدح المرأة. لذلك على مر التاريخ تم تنظيم اعتصامات ومؤسسات ومنظمات وثورات لأن تتضافر جهودها وأن تكون لائقة لكدحها وجهدها. ولكن رغم أنه عام 1886 تم عصيانا وكان نتيجتها رحى 11 عاملا ضحية لهذا الاعتصام الذي لم يقبل ذهنية التسلط والاستغلال الكدح. ورغم ذلك ولكن لم يستطيعوا أن يتوجها إلى يومنا هذا. ولكن قبل ذلك المرأة الكادحة كانت السباقة إلى أن تكون لائقة لكدحها وكدح المجتمع. حمت وبنت نظامها المجتمعي بقيمها المجتمعية وحدتها إلى كافة أفراد المجتمع في 8 آذار. ورغم ذلك على مر التاريخ قلنا هناك اعتصامات وثورات كثيرة. تريد أمجدنا كتكاري هاري مزن خودي كدا هاري بيروز خودي كوم كرنا ما لفيدي قولها أمكار بن آزاد بآخفن آزاد كوم ببن آزاد بجين همو كدا كتكاري هاري مزنا وكي هندزانن دبجينا شورش هذا بجينا كتكارايا إلو دبقر رجلات سوريا دروجاوا كردستان دبجينا كتكارا جيبوا تدرينا بهاك خيرت كبوكا مالا شنو روح